السلام عليكم، شنو هي أحسن الطرق لتعلم اللغة؟ قبل لا أرد على السؤال هذا، أكو كم شغلة مهمة جدا لازم تخليها ببالك قبل لا تروح تتعلم أي لغة. أول شيء لازم تترك البرود ولازم تكون متحمس للتعلم. ثاني شيء لازم تحس نفسك أنك أنت محتاج تتعلم اللغة هاي مثل حاجتك للأكل والشرب. ثالث شيء لازم تتعرف على ثقافة الناس أو البلد اللي أنت تريد تتعلم لغتهم. رابعا لازم تكون متواضع وما تخجل. اخيرا لازم تترك الضحك والاستهزاء، يعني اكيد انت راح تصادف كلمات وحروف غريبه او كلمات لها معنى ثاني بلغتك، فما يصير تستهزئ وتضحك على هاي الكلمات والحروف. ونرجع للسؤال اللي بدينا بيه، شنو هي احسن الطرق لتعلم اللغه؟ احسن طريقه هي المحادثه، وهي انك تعيش بين الناس او المكان اللي انت تريد تتعلم لغتهم. هاي الطريقة بها عدة مميزات. الميزة الأولى هي أنك تعيش بين مجموعة أجانب ما يفهمون لغتك، فأنت تنجبر تحكي لغتهم وتتعلم من عندهم. الميزة الثانية هي من اللي ذكرناها بالبداية، وهي أنك راح تتعرف على ثقافتهم. الميزة الثالثة وهي أنك راح تتعلم تلفظ الكلمات بصورة أفضل، لأن أنت جاي تسمعها من عندهم مباشرة. وإذا ما قدرت تسافر وتعيش بين الناس أو المكان اللي أنت تريد تتعلم لغتهم، تقدر تصادق أجانب يعيشون ببلدك وتتعلم من عندهم، أو تقدر تتفق ويا أصدقائك أنكم كل ما تلتقون تحكون اللغة اللي تريدون تتعلموها. وتقدر تتعلم المحادثة من وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال دورات تعلم اللغة، بس بشرط ينطوق مجال تحكي وتعبر حتى تتعلم اللغة بصورة أفضل. الطريقة الثانية نجيب فيلم أو مسلسل ونشغله على لابتوب أو DVD أو أي مشغلة أخرى عندنا، ونجيب هيدفون يعني سماعات رأس حتى نسمع الكلام بوضوح أكثر، بس بشرط نخلي الترجمة الكلام اللي يطلع جوا هي نفس اللغة اللي يحكون بيه. يعني أنا هنا عندي فيلم يحكون لغة إنجليزية، مخلي الترجمة لغة إنجليزية. طبعا راح تتسألون ليش أخلي الترجمة بهاي الصورة، ليش ما أخلي عربي؟ لأن احنا سنوات نتابع أفلام مترجمة للعربي ما استفادينا اي شيء. ليش؟ لان ما نركز على الكلام اللي يقوله، راسا ناخذ الترجمه على الحاضر بدون ما نركز على الكلام اللي يحكون به. زين، من شغل الفيلم نركز على الجمل والعبارات والوقف الفيلم، نوقفه شو نسوي؟ نجي نردد الجمل والعبارات. لا تقول ما يحتاج وانا مسيطر وانا ذكي، لا، لازم نوقف الفيلم ونردد الجمل والعبارات حتى لساننا يتعود ويتقوى على تلفظ الجمل والكلمات بصورة أفضل، يعني صار عندنا ممارسة ونسيطر على اللغة. وخلي يمي كتاب قاموس أو موبايل أنزل به تطبيق قاموس، حتى إذا صادفت كلمة ما عرفت معناها بنفس اللحظة أطلع معنى الكلمة حتى أفهم الجملة. الطريقة الثانية هاي بيها عدة مميزات. أول شيء راح تعود لسانك أنك تتلفظ الكلمات والجمل بصورة أفضل وتسيطر على اللغة. ثانيا راح تتعلم معاني الكلمات بصورة أفضل وما راح تنساها. ليش؟ لأن أنت جاي تشوف الكلمة ومعناها ويا أحداث الفيلم، فعلى مود هذا ما راح تنسى معاني الكلمات. الطريقة الثالثة والأخيرة نجيب كتاب قصة ونترجم الكلمات بهاي الصورة، يعني كل كلمة أترجمها بمكانها وأبدي أقرأ القصة، مو مهم بأي صيغة أترجم الكلمات، يعني ماضي ومضارع، إحنا راح نفهم هالشي ويا أحداث القصة ويا سياق الكلام. أكثر شيء لازم نركز على كتب القصص. ليش؟ لأن بيها أحداث وكلام ومغامرات، وإحنا شن نريد نتعلم؟ إحنا نريد نتعلم محادثة، فعلى مود هذا نركز على القصص أكثر شيء. أكو ملاحظة هنا لازم نعرفها، يعني ضروري، أنه كل شخص عنده مستوى معين باللغة، يعني مبتدئ متوسط أو متقدم. فإحنا من نروح نشتري كتاب لازم نقول هالشي لأبو المكتبة. ليش؟ حتى ينطينا الكتاب اللي يناسب مستوانا. ومستوى الكتاب موجود على الغلاف مثل هذا، يعني أنا جايبه كمثال مثل ده تشوفون هنا مكتوب مستوى 3. فكل شخص عنده مستوى معين لازم يعرف هالشي حتى يختار الكتاب اللي يناسب مستواه. وبنهاية كلامنا عن الطريقة الثالثة تنتهي الحلقة. أرجو أنكم استفادتوا. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.